لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وده ينكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر. مرحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل، وما زلنا بننقل لحضراتكم أحداث وقائع معركة أين الله الجزء 59، وعنوان حلقتنا النهاردة نفي الصفات هو التنزيه عند الأشاعرة. شفنا في الحلقة اللي فاتت عقيدة التنزيه عند الأشاعرة هي نفي النقص عن الله، فقالوا الله لا يجلس على العرش ولا يقوم ولا يقعد ولا يسكن في السماء ولا يوصف بأي صفة من صفات الأجسام، فهو موجود بلا مكان ولا يحتاج إلى شيء ولا يشبه شيئا، وإن إثبات حقيقة الصفات بيكون تجسيم لله، وتنزيه الله هو نفي حقيقة الصفة عن الله. ونشوف مع حضراتكم كلام الشيخ الجامي مرة تانية وهو بيرد عليهم. وقد أخطأ علماء الكلام عندما زعموا أن معنى التنزيه نفي الصفات، وزي ما شفنا الشيخ الجامي بيقول إن علماء الكلام يعني الأشاعرة والماتوريدية والمعتزلة زعموا إن معنى التنزيه نفي الصفات، وبيقول قد أخطأ علماء الكلام عندما زعموا أن معنى التنزيه نفي الصفات، وزعموا يعني قالوا حاجة مش موجودة، اخترعوا حاجة جديدة في التوحيد. ونشوف الأشعري الدكتور عبد القادر الحسين وهو بيرد على الشيخ الجامي بالتفصيل، ونعرف عقيدة الأشاعرة بتقول ايه، ونبتدي بالفيديو اللي جاي للدكتور عبد القادر الحسين ونشوف مع بعض. هناك شبهة يعني تمسك بها الحشوية تبعا لشيخ ابن تيمية تقول إن الأشعرية والماتريدية وسائر المتكلمين يهتمون بالنفي ولا يهتمون بالإثبات. وحتى نقرر هذه القضية، أولا ما هو النفي الذي يهتمون به؟ هو النفي الذي جاء في القرآن والسنة. الله تعالى يقول ليس كمثله شيء، الله تعالى أمرنا أن نقول لا إله إلا الله، يعني ندخل الإسلام بكلمة أصلا نفي، لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز العرش. فإذا النفي قد جاء في كتاب الله تعالى مفصلا، جاء تفصيلا. والأشعري الدكتور عبد القادر الحسين بيقول إن ابن تيمية قال شبهة على الأشاعرة والماتريدية والحشوية اللي هم غلاة الحنابلة الوهابية تمسكوا بالشبهة دي، وبيقولوا إن الأشعرية والماتريدية والمتكلمين اهتموا بنفي الصفات ومش بيثبتوا أي صفة. والأشعري الدكتور عبد القادر الحسين بيقول إن الكلام ده غير صحيح، لأن الأشعرة ما اهتموش بنفي الصفات زي ما بيقول ابن تيمية والحشوية اللي معاه، ولكنهم اهتموا بالنفي اللي جاء في القرآن والسنة. ده حتى الله دفع نفسه التشبيه في القرآن وقال ليس كمثله شيء. ده حتى الواحد لما يكون عاوز يدخل الإسلام يقول لا إله إلا الله اللي أصلها نفي، فالواحد مش بيدخل الإسلام إلا إذا نفى وجود أي إله، ويقول لا إله وده نفي، ولا حول ولا قوة إلا بالله وده نفي، وكنز من كنوز العرش وده كله إيه في القرآن بالتفصيل. ونكمل ونشوف هيقول إيه في الفيديو اللي جاي. إذن الحقيقة الأشعرية لم يركزوا على النفي، إنما هو فهم من ذلك أنهم ركزوا لماذا؟ لأنهم اهتموا بموضوع التقديس والتسبيح والتنزيه، وكلها معاني أمرنا بها في القرآن في مواضع كثيرة. ويوصل الأشعري الدكتور عبد القادر الحسين ويقول إن الأشاعرة لم يركزوا على النفي زي ما قال ابن تيمية، لكن ابن تيمية فهم إن الأشاعرة ركزوا على النفي. طيب إيه السبب اللي خلى ابن تيمية فهم كده؟ لأن الأشاعرة اهتموا بموضوع التقديس والتسبيح والتنزيه، وده كله إحنا يعني كأشاعرة مأمورين بها في القرآن في مواضع كثيرة. ونشوف الفيديو اللي جاي يكمل هيقول إيه. طيب لماذا هذا القرآن أمرنا بهذا؟ لأن الإنسان يعيش في عالم المحسوسات، يقيس على أشياء سبق له أن رآها، أن شمها، أن ذاقها، أن لمسها. فالله جل جلاله ليس تحت هذا القانون، ليس تحت هذا النظام، فيعلق في ذهن الإنسان أشياء، لذلك يقولون له كل ما بدا لك فالله خلاف ذلك. لماذا؟ لأن كل ما في المخيلة هذه هو من خلق الله تعالى، فكيف يكون المخلوق خالقا؟ هذه الصورة الذهنية التي ترسمها أنت ورسمتها من خلال
الحواس هذه هي من خلق الله تعالى، فكيف تكون هي الله؟ لا يمكن للمخلوق أن يكون خالقا، فالله جل جلاله شيء، وأذهانك وتصوراتك عن الله. والأشعار الدكتور عبد القادر الحسين بيقول السبب أن القرآن أمر بالتقديس والتسبيح والتنزيه لأن الإنسان بيعيش في عالم المحسوسات، فبيقيس على أشياء يدركها بحواسه، الشم والتذوق واللمس والحواس دي استحالة إن الإنسان يدرك الله بيها، لأن الله مش تحت قانون المحسوسات. عشان كده الأشعارة بيقولوا كل ما ببالك فالله خلاف ذلك، وخلاف كل ما يجي في مخك من تصورات من خلق الله، فالله شيء وتصوراتك عن الله شيء آخر. ونكمل كلام الدكتور عبد القادر الحسين ونشوف هيقول ايه في الفيديو اللي جاي. شيء اخر، اذا الاشعريه رضوان الله تعالى عليهم ركزوا على كل الجوانب، على السلبيه التي هي نفي محض وقالوا هذه ليست صفات، وركزوا على المعنويه وعلى المعاني لانه حصل جدل في بعضها فركزوا عليه اكثر قليلا. والدكتور عبد القادر الحسين بيقول ان الاشعريه رضوان الله عليهم ركزوا على الصفات السلبيه اللي هي اصلا نفي محض، والصفات السلبية هي أصلاً ليست صفات لأنها جاءت في القرآن بالنفي، يعني أكتر آيات الصفات في القرآن جت بصيغة النفي. ونكمل الفيديو اللي جاي ونشوف هيقول لنا إيه. الواقع إذا قمت بسرد لكتاب الله جل جلاله من أوله إلى آخره ربما وجدت النفي أكثر من إثبات في حق الباري سبحانه وتعالى. في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والدكتور عبد القادر الحسين بيقول دي أشياء سلبية يعني مش صفات أصلا، وأصلا حتى في القرآن جاءت بالنفي، يعني القرآن بينفي هذه الصفات عن الله، ففي الحالة دي ما بتبقاش صفات. الأشاعرة ما قالوش غير إنها صفات منفية، والصفات المنفية ما بقتش صفة، وكل اللي قالوه الأشاعرة موجود في القرآن، زي مثلا لا يضل ربي ولا ينسى ده نفي محض، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير ده كمان نفي محض. ونكمل ونشوف الفيديو اللي جاي هقول لنا. وقالوا هذه ليست صفات، وركزوا على المعنوية وعلى المعاني لأنه حصل جدل في بعضها فركزوا عليه أكثر قليلا. والأشاعرة ركزوا على الصفات المعنوية وعلى المعاني، ودي نقطة هنوضحها لحضراتكم بشكل سريع بعد ما نشوف الشيخ زيد البحري. جاءت الأشاعرة وردهم بعض السلف كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى أنهم مخانيث المعتزلة. لما؟ لأنهم أثبتوا الأسماء وسبع صفات فقط، أما بقية الصفات فقد نفوها. لماذا أثبتتم هذه الصفات السبع دون غيرها؟ قالوا لأن العقل يدل عليها، مجموعة في قول القائل حي عليم قدير والكلام له، إرادة كذاك السمع والبصر. كيف رتبتم؟ لهم ترتيب معين أوصلهم إلى أن يثبتوا هذه السبع، ويرد عليهم بأن هناك من هذه الصفات التي نفيتموها دل عليها العقل. وهؤلاء هم مخانث المعتزلة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. والشيخ زيد البحري بيقول إن الأشاعرة مخانث المعتزلة، طب بيقول عنهم كده ليه؟ لأنهم اتفقوا مع المعتزلة في إثبات الأسماء لله، يبقى الأسماء متفقين المعتزلة والأشاعرة على إثباتها. طيب والصفات؟ المعتزلة بتنفي عن الله كل الصفات، والأشاعرة خلفهم وأثبتوا سبع صفات فقط اللي سموها صفات المعاني، اللي هي القدرة، الإرادة، العلم، الحياة، الكلام، السمع والبصر، وبقية الصفات نفوها طبعا، نفوا حقيقتها وأولوها وفولوها. والتأويل والتفويض في الحقيقة هو نفي الحقيقة الصفة، يعني نفي للصفة. والسبب لأن الأشاعرة قالوا إن إثبات صفات المعاني لا يؤدي للتشبيه. إثبات صفات المعاني اللي هي القدرة والإرادة والعلم والحياة والكلام والسمع والبصر لا يؤدي للتشبيه، يعني لا يؤدي إلى تجسيم الله. ودلوقتي أنا هعمل لكم ملخص لحلقة النهاردة. شفنا في حلقة النهاردة الشيخ الجامي قال إن علماء الكلام أخطأوا عندما زعموا إن معنى التنزيه نفي الصفات، وزعموا يعني قالوا حاجة مش موجودة، اخترعوا حاجة جديدة في التوحيد اسمها عقيدة التنزيه. والدكتور عبد القادر الحسين رد وقال الكلام ده غير صحيح، لأن الأشاعرة ما اهتموش بنفي الصفات زي ما بيقول ابن تيمية والحشوية اللي معاه، ولكنهم اهتموا بالنفي اللي جاء في القرآن والسنة.
الله نفى عن نفسه التشبيه في القرآن والآيات ليس كمثله شيء، وقال إن الأشاعرة اهتموا بموضوع التقديس والتسبيح والتنزيه، وده اللي خلى ابن تيمية يفهم إن الأشاعرة ركزوا على إيه؟ نفي الصفات. إن الأشاعرية كمان ركزوا على النفي الصفات السلبية اللي هي أصلاً نفي محض، والصفات السلبية هي أصلاً ليست صفات لأنها جاءت في القرآن بالنفي، وركزوا على الصفات المعنوية وأثبتوا 7 صفات فقط اللي سموها صفات المعاني، اللي هي القدرة، الإرادة، العلم، الحياة، الكلام، السمع والبصر، وبقية الصفات نفوها طبعاً، نفوا حقيقتها وأولوها وفوضوها، والتأويل والتفويض في الحقيقة هو نفي لحقيقة الصفة، يعني نفي للصفة. والسبب لأن الأشاعرة قالوا إن إثبات صفات المعاني لا يؤدي للتشبيه. وتابعوني في الحلقة الجاية علشان نواصل مع بعض عقيدة الأشاعرة وإزاي في بوكة الوهابية، وألتقي بكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. أنت رد بعقلك ونقبل بعقلك، وده يرد بعقلك وتنكر.